ده مخ الضابط. بعد الحادثة حصل تلف في المنطقة دي، علشان يعيش كان لازم ننقله الجزء ده من حد تاني. لحسن حظه طبعا ان اللي جه معاه في الحادثة وتوفى كان جسمه بايظ خالص، بس كان لسه مخه سليم. سيادتك خدتي الجزء ده من مين؟ من اللي جه معاه في الحادثة. الليمبي؟ الحقيقة يا دكتور، المريض اللي عملت له عملية فاق ومبهدل الدنيا. أنا الليمبي ويعمل لجنة الحاتم. حاسس لجنانك تتصنع. انت حاسس بايه؟ اهدى بس، حاسس بايه؟ انا حاسس بخرم في دماغي. مين ده يا دكتوره؟ انا اللمب. مش عارفه، انت واخد بنجي نام جمل. البنجي ما بيأثرش فيا. طبعا انت نقلتي له مخ من كيف جاز. انا اللي نقل حاجه ده منين؟ ها؟ الشكل ده مش غريب عليا. كهربت مخ زي ده جدا. يعني ايه؟ هينور كمان؟ الله، ده ضمن حظ ده كمان. اوعى. ده مش رياض باشا يا دكتوره. هي انا مش عارفه، انا اول مره تمر عليا حاله كده. بقول انا اللمبه، انا اللمبه. ايه؟ هزعل بابا هتبص كده حاجه. يعني من قبل ما تبص. اسمعني. رياض باشا فيها. من ساعة البوم في بعضه ما عرفش، انا فاكره لقيت نفسي هنا. انت مش عارفني؟ انا اللمبي. لما اخر حاجة اخليك تشاهد معانا حاجة، اذا انت كمان والله العظيم اقول الحق، انا اخر حاجة عملتها معك نظفت الكمينيهات. الكمينيهات الكمينيهات يا عم. انت مش عارفني؟ ده انت جيت لي في وقتك. الله يخليك. اتفضل يا دكتور، اتفضلي. طب شوف جوزك عايز حاجة ولا؟ اعمل له كوباية لمونو. ايه هو حضرتك مش واخدة بالك من العملية اللي عملتيها ولا ايه يا دكتورة؟ والله العملية نجحت، وأظن أنت شفت مأمور السجن بتاعك وهو فايق وبيتكلم. اللي فايق السجين الهربان، مش المأمور بتاعنا يا دكتورة. احنا مهمتنا إنقاذ المريض، سجين بقى مأمور سجن. الفروق دي مش عندنا، انا شخصيا ما درستهاش في الطب. الحكايه مش بالسهوله اللي بتتكلم بيها دي يا دكتوره. انت عملتي جريمه هتوديكي في 60 داهيه. انت مجنون؟ مجنون. انت خدتي موافقه حد قبل العمليه؟ خدتي موافقه اهل الميت؟ خدتي موافقه اهل رياض باشا؟ والله انقاذ حياه الناس مفيش فيه استئذان. انت بتجربي في دماغ الناس يا دكتوره، هذه لوحدها نقابيا توقفك عن العمل. اخر المتاجره في الاعضاء. حصلش. حليني على ما تثبتي العكس، تكون سمعتك بقت في الحضيض. وهو الدكتور يا دكتورة غير سمعة. للأسف يا دكتورة انت انتهيتي، ومن مصلحتك محدش يعرف حاجة عن اللي حصل ده، وانا من ناحيتي مش هجيب سيرة لحد عشان انا راجل جدع. وانت دكتورة برضو ليك اسمك ومركزك وسمعتك، ومش وشي بهدلة. ولا انت وشي بهدلة؟ الاسم لمبي عبد الله احمد، 24 قضية سرقة لعمه فقط. الحالة الاجتماعية اعزب ويقيم بشقة احد اصدقائه بالسيدة زينب. يا الواد ده مقطوع من شجرة وملوش متوى. فرصتك يا ادم. دماغ الجنة دي. الله عطاوش فيتي ولا ايه؟ انت مين اللي عامل انت؟ انت مين انت؟ يا سبحان الله، فجأة كده شايفها طارت كده؟ انا اللي حاسس، بس بضرب واحد تاني. مش عارف اتوب، مش عارف اتوب. ايه اللي حصل لك انت سهرة؟ ايه
كلام انت مين يا عم؟ انا كل شويه هتحاول ولا ايه؟ عبد الله على السلامة يا فندم. عبد الله على السلامة، انت تجيت من مرايا امتى؟ التحية دي لمين؟ لسعادتك يا رياض باشا. انا مش رياض، انا لمي. كنت انت قلت مين؟ كنت، انما دلوقتي سعادتك رياض باشا بشحمه ولحمه. اه فندم يا عم، هو في حد نادى عليك ولا انت بتخوفنا بزورك؟ اما معروف، انا لسه كنت قدام المرايه في المستشفى دلوقتي، جالي دخول في عقلي. انا مين؟ انا مش ناقص ابوس ايدك. عندك حق يا ابني. حاضر. انا شخصيا مش عارف اوصل لك الحكايه دي ازاي. حكايه الموضوع يا ابني. الموضوع ايه؟ حموت ولا ايه؟ يا ريت تموت، تستريح بدري بدري وتريح كل اللي حواليك. الحكاية يا رياض باشا. انا مش زفت رياض. يا ابني افهم، بعد الحادثة جسمك اتعجن وكان لازم يتعمل لك عملية نقل جسم. نقل جسم؟ نسمع نقل دعالية، نقل خفيف، نقل كلية، انما نقل جسم ازاي؟ ده اللي حصل يا ابني، ده اللي حصل. ما لقيناش الا جسم رياض باشا قدامنا، اضطرينا نحطك جواه. طب هتيجوا تاخدوني امتى؟ نعم بلاش دي، مستغربها قوي دي. يعني اللي بتقوله ده صح؟ بلاش دي، افرض ان انا طاقت في دماغي وحبيت اصحنا، اقلع قدامه ازاي ده؟ ولا يهمك اقلع. اقلع ازاي؟ ده انا مكسوف له، هو اللي هيتعرى مش انا. يا سيدي مالكش دعوه. خلاص انت بقيت هو، هو بقيت انت، يعني انتوا الاثنين واحد. هو سعادتك الضابط اللي عمل العمليه؟ انت بتهزر؟ ده انت عامل كارثه. هي حاجه بسيطه؟ انت فاهم ايه؟ ده من يوم العمليه والدنيا مقلوبه. مجلس الامن مجتمع الامم المتحده. مجلس الامن؟ امال ايه؟ والامم المتحده؟ الامم المتحده. يعني ايه يعني خرج من المستشفى وهو في الحاله دي؟ ازاي؟ ما حدش شايفه؟ خد انت بتهرب ليه؟ بتجري ليه؟ ايه؟ مرعوب ليه؟ ما فكرك ضابط قاعد في العربيه. ضابط وانت حرامي بتجري؟ يا نهار اسود من اولها. معلش وايه دقنك دي؟ معلش دقنك ليه؟ انت اللي مسلمني الجته كده. جته ايه؟ انت بتبص تحت الرقبه اكتر. مفيش يا سيدي. المهم لازم تفهم ان انت رياض باشا مدير السجن. حاضر، انا رياض باشا مدير السجن ومش بس صح؟ ايوه بس مالكش دعوه بيا انا. رياض باشا بس. ايوه رياض باشا. انا رياض باشا بس كده. وانت هتفضل واقف في السجن تقول يا رياض باشا بس. لا بس عشان افتكر. بس عشان تفتكر. اذا حد سالني اقول له رياض باشا بس عشان الظابط الزغنطه ده هو اللي قال لي. اللي هو مين بقى؟ اللي هو انت الظابط الزغنطه. انا الظابط الزغنطه. على العموم اعمل اللي انت عاوز تعمله، المهم اطمن انا هبقى دايما في ظهرك. أتد يعني ولا ايه ده؟ لا مش أتد يعني عشان أراقبك، يعني هتلاقيني وراك يا جنبك يعني. لا أرسلك في حتة جنبي وراي عشان ما ألف ألقاك ما أضغطش أنا بقى مش مخ. أنا هنلعب مساكة يعني، عاوز أقول لك اطمن أنا هبقى مراقبك عشان ما تغلطش. وانت رياض باشا مدير السجن. أنا فهمت؟ انا رياض باشا مدير السجن. المدير السجن؟ لا معلش بقى. اركب. لا يعني اللي عندهم عربات حمراء يدوسوا على الخل كده. اهلا يا مدام. اهلا. يعني ايه رياض يطلع من مستشفى على الشغل؟ والله سعادتك هو بنفسه قال لي وصلني على البيت الاول، مش كده برضه؟ والله قال له وصلني على البيت. من المدزة دي؟ بعدين عموما يا رياض باشا اتفضل روح انت مع المدام وانا حباتي النهارده في السجن. سجن ايه ومدام مين؟ روح على امي. مين دي؟ دي مراتك. الله ده نهار اسود. يلا يا رياض. ايوه ظن واحده بقى. ايوه ده النهار انت ما قلتش ان انا متجوز قبل كده. مدام فيحاء. ده مين؟
فيحاء رياض يلا. أيوة. حاضر يا حاج عبا جاي. فيحاء اسمها ايه؟ فيحاء. فيحاء ده معطر ضاغط. مش اتفضلي يا مدام. يلا من فضلك يلا. رياض انا عارفه ان انت زعلان مني، بس مش معنى كده انك انت تسيب البيت. اه صحيح ممكن اكون غلط، بس ده اسم مزيكا ما يستاهلش كل ده. رياض انت جوزي وانا اكتر واحده لازم تبقى جنبك بعد العمليه، ده واجبي. انت ساكت كده ليه؟ هو حضرتك بتكلمني؟ امال بكلم مين؟ انا استقعنا كده فكرتك بتكلمني في النوض عيل. انت مال صوتك عامل كده ليه؟ لا 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 الفنج معصفر، البنج معصر يعني. الدكتور قال لي هيقعد بتاع حوالي يعني 9-6 سنين كده يعني. ادى انت ساكنه في القناطر الخارجيه؟ استنى ومدى مدمازيل. استنى استنى. لا هو المكان ده غويط. الحمد لله على السلامة. أنا هطلع أخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. نعم. هطلع أخد شاور بتاعي قبل ما تستريح. لا خد خد الشنطة. إيه؟ بقول الشمس اللي منورة الدنيا دي. الليل اللي هاجم ده مبسوط بضبك او قفلة من قفلة لجنة. كلهم سألوا عليك في المستشفى. والله دول كلهم ليك حق تفتخر بيهم. انا نفسي لما بقف قدامهم بحس ان انا I'm so proud. اكيد انت كمان so proud of them صح؟ نعم يعني هما اكيد ان ولاد حلال يعني. هما مين دول؟ دي العيلة يا رياض. لا 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 الحمد لله معلش ما خدتش بالعملية. معلش انا عارف العملية يعني. بالظبط هي العملية صعب متأثرة بيها انا بس انت عارفة يعني فترة هتعدي. طب هما يعني هما ملمومين كده ليه؟ ده أنكل مازن. فين بقى ده؟ ده مازن؟ ده أنكل مازن. عميل؟ نعم. لسه واخد رتبة لواء نصب واحتيال. حديد وشايل رتبة ايه؟ نصب واحتيال. هو نصب يا لواء سواد يعني. طب ومين التاني اللازم ده اللي هو واخد شيكولاتة كتير ده؟ ده أنكل توفيق. توفيق؟ لا والله؟ مكافحة مخدرات. يا لهوي ده والتاني ابو صباع طباشير ده عارف انا ده لما كان بقه بايظ الحمد لله دلوقتي بقى شيل. ادهم بيع التليفون. ايوه ادهم ليه؟ انت فين؟ انت فين؟ انا خلاص انا هعترف. انا فاضل لي 5 دقايق وهعترف. اثبت انت دلوقتي رياض باشا ولازم تتعامل على انك رياض باشا. بص ايدك بص ايدك دي لسه معرفاني على عيله دلوقتي كلها رتب فاضل لهم جزء عساكر واعلان الحرب. بص ايدك تعالى خدني من البله دي. لو سرقت في اي سؤال اطلع منه باي حجه وانا من نجمه هكون عندك. انا عايز من نجمه. انا مستني من نجمه. لا عايز من هتطلع تنام ولا زعلان زي عوايدك؟
هو لو حضرتك زعلانه او متعوده على الزعل يعني انا ما اقدرش ارفض لك اي طلب يعني ممكن ازعل يعني. يبقى اكيد لسه زعلان. لا مش لسه زعلان. خلاص خلاص. لا ما هو منحه بنوي بنوي بلد يا ما زما زي يا ما ده يا ما حاجه حاجه. لا ما تنسي. لا حد زعل بن ادم زي دي. حتى زعل بن ادم زي دي فرلات من بولت وتنور نايل على عينك بقى نام في الكبنين في قلب الكنيف نفسه. Okay.